أحمد عنده أولاد؟ عنده 3 بنات. ثلاث بنات. كم سنة؟ 6 سنين ونص و5 سنين. كان عيد ميلادها أول امبارح، و4 شهور. لما سمعتي في الأول بيقولوا على أحمد إنه ده بينتمي للإخوان و... أحمد ولا يعرف أي صلة عن الإخوان وبيكرههم كره شديد جدا. أحمد الدنيا كلها بتحبه، أحمد راجل، أحمد عاش راجل. وأنا قلت له أنا مش هعيط، وأنا ماسكة نفسي وقلت له النهاردة أنا مش هعيط، لأن النهاردة جنازته كان زفة عريس، مش واحد رايح يدفن. أحمد اتصلى عليه صلاتين جنازة وفرضين، فرشوا في الشارع من كتر المسجد مش لاقيين انه يقفوا فيه، فرشوا في الشارع. احمد انا عايزه حقه، عايزه حقه يجيلي، عايزه الناس اللي عملوه فيه كده يجوا. انا لحد دلوقتي ولاده ما يعرفوش حاجه، ولاده مستنيين بابا في الشغل، احنا بايتين عند مامتي. يوم الخميس احنا بننزل الجمعه ونروح عند ماما، يوم الخميس قال لي خدي العيال من الدرس وروحي انتي. قلت له لا انا هاجي نروح الصبح. قال لا خدي العلم الدرس احنا وروحي. حتى شايفين اهو جنازته ازاي تحولت الى زفت عريس. ما هو ايه، ما هياش جنازة، مش واحد رايح يدفن. جالي يوم الجمعة الصبح وهو رايح الشغل، جاي يشوف بنته الصغيرة، بنته تعبانة، جاي يشوفها. وقف يعني كل اللي قاله خلي بالك احنا مش هنروح النهاردة، ده احنا هنروح بكرة. ليه يا احمد؟ اصل مفيش عربيات، هنروح بكره. وخلاص وهزر معانا واتكلم مع مامتي واخواتي وخلاص. هو خارج على فكره كان جاي الساعه 10:30، بعد ساعه بالظبط هيقولوا الكترول اللي ولع، وراح فاتح الباب وخارج. الكترول اللي هو الشارع، الشارع اللي هو الشارع الرئيسي فيه. الشارع اللي هو استشهد فيه. وفعلا كانت 11:30، كانت نفس الكلام. اخر كلمه عطاها قال بعد ساعة هيقول الكتور اللي ولع. فعلا ده اللي حصل. مؤسسة الرئاسة لما اهتمت وادينا لهم التفاصيل وخدوا التليفونات، هل اتصلوا بيكي؟ لا محدش اتصل بيا. طيب. محدش اتصل بيا. بالتأكيد الاهتمام، لأنه الاهتمام بهذه القضية كنموذج أعتقد أنه سيتم الاهتمام بها والتركيز عليها. لما يبقى عندي مواطن مصري بهذا الشكل، امبارح كان معايا الشيخ احمد ترك وقال ده شهيد الايجابيه، لانه في ناس ممكن بالسلبيه انك تقول وانا مالي فتحصل مصايب وحوادث. عشان كده الايجابيه مطلوبه، انه اللي يشوف حد يشك فيه خاصه في مناطق احداث مشتعله وملتهبه وهم حتى يحملان حقيبه، انت قلت يا رامي شكلهم يعني يثير الشك، خاصة انه شو. الاخوان في المطرية كانوا يخططون لتفجيرها بالظبط كده. والشنطة بتقول كانت تقيلة يعني فيها متفجرات على الاقل. اللي كان فيها السلاح اللي احنا ضربنا بيه، الشنطة اللي كانت مع الشخص التاني هي اللي كان فيها السلاح اللي احنا ضربنا بيه، كان فيها السلاح. طيب احمد نموذج الحقيقة يجب ان نهتم به ونقول للمواطنين قلدوا هذا النموذج. طب رامي انت طبعا قلت الكلام في هذه الشهاده في الاسم بس لسه هتروح النيابه. نعم لسه، انا لسه ما حدش من النيابه، ما جاليش استدعاء من النيابه ولا اي حاجه. لان لسه الاحداث امبارح يعني يتم التحقيق في